معكم آلاء مجيد لتقديم تقرير الـ NYFP من بورصة نيويورك لليوم 24 من شهر يونيو لعام 2011، ويشهد السوق في وول ستريت هذا الصباح ارتفاعاً وتعافي بالنسبة للدولار الأمريكي والأسهم الأمريكية، وجاء هذا بسبب أنباء مفادها إن حزمة التقشف والتخصخصة في لحل أزمة الديون في اليونان هي في طريقها إلى الحل. مع ذلك نرى أن هناك معضلة حقيقية تتمثل بالموافقة على تمرير حزمة التقشف والخصخصة من قبل البرلمان اليوناني. وفي هذا اليوم نرى أن أسعار الأسهم بالنسبة للداو جونز نرى أنه متدنيا بنسبة 0.21%، وبالنسبة لأسهم الناسداك فهي منخفضة أيضا بنسبة 0.48%، وبالنسبة لمؤشر S&P فهو أيضا منخفض بنسبة 0.31%. وهناك بعض الشركات التي تشهد نشاطا تجاريا هذا اليوم، من ضمنها شركة ماراثون بتروليوم للتصفية والنقل والتسويق، والتي ستنضم إلى مؤشر S&P مستبدلة بذلك شركة راديو شاك للإلكترونيات في 30 من هذا الشهر. وأيضا على صعيد الأرباح المجنية فقد أعلنت شركة أوراكل لتكنولوجيا الحاسوب عن أرباحها للربع الأخير من العام المالي، لتتصدر تقديرات المحللون في وول ستريت على الرغم من انخفاض مبيعاتها من الأجهزة، والذي جاء على خلاف ما توقعته إدارة الشركة. بالنسبة لشركة ميكرون فهي أيضا تشهد نشاطا تجاريا هذا الصباح، وهذه الشركة هي لتكنولوجيا الحاسوب أيضا، فقد جاءت أرباحها وإيراداتها للربع الثالث من العام المالي أقل من توقعات المحللين، وكانت تلك الأرباح هي 75 مليون دولار مقارنة بهذه العام مقارنة ب 939 مليون دولار للعام الماضي. وفي هذا الصباح أيضا نشهد أن يشهد السوق هذا الصباح بأن الأسهم البنوك الإيطالية قد توقفت هذا الصباح، وذلك بسبب انخفاض أسعار الأسهم وسط توترات وقلق المحللين والأسواق العالمية بشأن الديون في اليونان، بشأن أزمة الديون في اليونان.